جمهور حالة تركيا يدافع عنها بشراسة ويكشف المستور. لا يزال الخلاف المستمر بين الفنانة حالة ترك وعائلة والدها المنتج محمد ترك من جهة ووالدتها منى الصابر من جهة أخرى يثير ضجة كبيرة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تصريحات والدتها المثيرة للجدل عن القضية المرفوعة ضدها بسبب مبلغ من المال. ما بعرف، أنا ولا مرة سمعت أنه ولد رفع قضية على أمه. وتداولت صفحات لمحبي حالة على السوشيال ميديا مقطع فيديو للفنانة الشابة وهي تغني وتتفاعل مع متابعيها داخل السيارة على أنغام أغنية ثلاث دقات، الأمر الذي ترك الكثير من علامات الاستفهام، إلا أن المؤكد أن المقطع قديما لا يحاكي الحالة النفسية التي تمر بها حالة حاليا مع تفاقم مشاكلها العائلية. كذلك أعادت صفحات تدافع عن الفنانة البحرينية نشر مقطع فيديو قديم من مقابلة مع والدها ظهرت فيه منهارة وتبكي بحرقة بعد أن كشف الأخير أنها تتعالج وإخوتها عند طبيب نفسي بسبب والدتها، وطلب من الصابر الابتعاد عن أولادها مؤكدين أن حالة تعاني حاليا من مشكلة نفسية صعبة ومطالبين بالحد من التهكم عليها واتهامها. وجاءت هذه المقاطع لدعم حالة بعد موجة الانتقادات والتعليقات القاسية التي تعرضت لها واتهامها بإهانة والدتها والعقوق بها، وهو ما دفعها للرد بمنشور طويل أكدت من خلاله أنها لا تستحق كل هذا التجريح وأنها لم ترفع قضية على أمها، قائلة: هي تبقى أمي وأنا أحبها وأتمنى لها الخير، هل فكرت أمي ماذا يمكن أن يحصل بعد الفيديوهات التي ظهرت فيها؟